السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قد قلت لكم قبل ذلك بأن عضل المسائل لا يرجع فيها إلا للعلماء، وأن الأمر قد يكون فيه ما فيه من الشدة واللأواء على الأمة بأسرها عندما يرجع في عضل المسائل لمن لم يؤهل لذلك. وهذه مسألة لابد للإنسان أن يكون على بصيرة من أمره. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. لذلك قلنا بأن حتى الفتوى ليس لكل أحد أن يفتي، فلا بد أن يكون له بعض الشروط التي تتوفر فيه كفتوى، لأن من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة، كما أن من كتم علما يلجب بالجام من النار. ما زلنا مع حلقات الفتاوى، وهذه الأوقات هي أوقات للفتوى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العلماء والصحابة الكرام قدموا العلماء على أهل العلم. أنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر زيدا رضي الله عنه أن يتعلم العبرية. تعلمون هذه من أشق اللغات، من أصعب اللغات، العبرية من أصعب اللغات. طبعا أنا سأجيب عن بعض الأسئلة، من أصعب اللغات، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أن يتعلم هذه اللغة، فتعلمها في مدة وجيزة جدا. وكان زيد بن ثابت وهو من صغار الأنصار، كان رضي الله عنه وأرضاه من النابغين، وكان من أعلم الناس بالفرائض. فرضي هذه الأمة هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وشوف، أنتج لنا عالما، يعني لو لم يفعل للأمة إلا مثل هذا لكفى، وهو من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس تلميذ زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. لذلك نحن نقول الأمة الآن تحتاج إلى علماء، الأمة الآن تحتاج إلى أهل علم يتقنون العلم. فنسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك يعني حقا لله إخلاصا لوجهه الكريم، وأن نسعى جميعا إلى أن نحافظ على هيبة العالم، نحافظ على مكانة العالم، نحافظ على مجالس العالم، لأن به الأمة تنجو. فإذا خلت الأمة من العالم أمطر الله عليها السماء. ولذلك بد أن تعلم أن أمنت الأمة العلماء، لأن النبي قال: أنا أمنة لأصحابي ووريث أمنة لأمتي. وريث النبي أمنة لأمتي، إنما العلماء مورث الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ إيش؟ أخذ بحظ ما لو فيه أسئلة تفضل. يقول: هل يجزي الاستحمام عن الوضوء مع وجود النية؟ إذا انتوى نعم رفع الحدث، أو انتوى استباحة الصلاة وعمم الجسد بالماء، له أن يذهب فيصلي. لأن النبي قال لأم سلمة لما سألته عن مسألة صب الماء على الرأس، قال: أن تحسي ثلاث حسيات ثم تفيض الماء على جسدك. يقول: ما تفسير قوله تعالى: من ملكت أيمانكم؟ تفسير إيش؟ قوله تعالى: وما ملكت أيمانكم. هي ملك اليمين، المرأة كانت سبيا فملكها، إما خرجت له سهما من الغنيمة، أو اشتراها ممن خرجت له سهما في الغنيمة فيملكها، فيطأها دون عقد لأنه مالك لها. يقول: هل يجوز أن يبدأ العبد صلاة الليل بالوتر إن خشي عدم استقامته؟ هل يجوز إيش؟
هل يجوز أن يبدأ العبد صلاة الليل بالوتر إن خشي عدم الاستيقاظ ثم قبل الفجر يكمل باقي ركعات؟ معلش أسأل مرة ثانية. هل يجوز أن يبدأ العبد صلاة الليل بالوتر إن خشي عدم الاستيقاظ ثم قبل الفجر يكمل باقي ركعات؟ نعم له ذلك. وأبو بكر كان لا ينام قبل أن يوتر. وأيضا قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ألا أنام إلا على وتر، فمن خشي ألا يستيقظ في الليل فأولى له أن يوتر في أول الليل، ومن علم وأخذ نفسه بالحزم ويعلم أنه سيقوم وله بعض الصلوات في الخلوات فأولى له أن يؤخر الوتر لآخر الليل. النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وأوسط الليل وبعد ذلك استتم وتره في آخر الليل. يقول هل ممكن تقديم صلاة الجمعة على وقتها لتمكين الناس المشاركة في الصلاة؟ ممكن تقديم الجمعة على إيش؟ على وقتها. تقديمها على وقتها يقصد قبل وقتها، هذا كلام الحنابلة ولكنه يعني ضعيف جدا، والصحيح الراجح هو أن الجمعة يعني كما قال بعض الصحابة كانوا سنصلي من الجمعة بعد الزوال، الجمعة تصلى بعد الزوال، هذا وقتها وقت الظهر فلا تصح أن تكون قبل الزوال. يقول ما حكم أكل فكاهة من بستان صاحبه، من أكل فكاهة من بستان صاحبه مهملة تركه؟ إذا أكل الفكاهة دون أن يتأثر دون أن يأخذ في جيبه فليس فيه ثم شيء. نعم. ويقول هي مهملة لا أن يأكلها، لكن ليس لا أن يأخذها. صاحب البستان يتركها البهائم؟ نعم لا أن يأكلها دون أن يأخذها. يقول إلا إذا علم منه أنه يرضى أن يحمل منه، إذا علمه ونشر ذلك الناس له ذلك. يقول المهدي من علامات الساعة الكبرى، هل عندما يأتي لا تنفع معه التوبة أم طلوع الشمس المغرب؟ لا، المهدي لو جاء تنفع معه التوبة والتوبة والتوبة، حتى ظهور الدجال تظهر معه التوبة، حتى نزول عيسى ابن مريم عليه السلام تظهر معه التوبة. التوبة يغلق بابها إذا طلعت الشمس المغربها أو ظهرت الدابة، وهذه هي أولى العلامات الكبرى. أما ظهور المهدي وظهور ونزول عيسى عليه السلام وظهور الدجال هي إرهاصات أمام العلامات الكبرى. يقول في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يقول الرقية أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، فما الشرط؟ كيف؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون ولا يسترقون. يقول الرقية أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو حديث لا يرقون ولا يسترقون، هذه اللفظة لا يرقون شاذة لم تصح، وإن انفرد بها مسلم شاذة، لأن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رقى، والصحابة يرقون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال لا يرقون؟ هم طبعا الذين قالوا بأن اللفظة ليست شاذة وعوان واهم الراوي قالوا يعني لا يرقون برقية شرعية برقية شركية، وهذا تخصيص بلا مخصص. صحيح الراوي عن النهاية المتفق عليه كما رواه البخاري ومسلم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لأن القادح في تمام التوكل، فلا يقول لفظ شاذة لم تصح. يقول ما حكم سماع القرآن أو تشغيل القرآن في المنزل وسماعه عند دخول الخلاء؟ وإن دخل الخلاء والمذياع من في الخارج ويسمع ليس فيها ثم شيء، لأنه غير متكلم. نعم. والممنوع منه أن يتكلم هو بذكر الله جل وعلا. يقول كيف يشعر الإنسان برضا الله عز وجل؟ عندما يوفق للطاعة وتريده أن قلبه ينشرح للطاعات، وتريده موفقا مسددا دائما، إما في قضاء حاجات وإما في نشر الخيرات وإما في الإحسان إلى الآخرين، فيكون عبدا موفقا مسددا، هذا يلتمس فيها رضا الله جل وعلا، فيكون عبدا موفقا مسددا. فكان يحسن، إذا كان ما تراه إلا يحسن للغير، ما تراه إلا يحسن طاعة الله جل وعلا، وإذا أراد المعصية ما استطاع إليها سبيلا، فهذا الموفق المسدد فيه علامات رضا الله جل وعلا، لأن من رضوان الله جل وعلا أن يسحب منه الدنيا، وإن لم يسحب منه الدنيا أن يشغله بالآخرة. أعظم علامات رضا الله جل وعلا أن يشغله بالآخرة. يقول ما حكم أن يأخذ مصروفه من أبيه وفلوس أبوه حرام؟ أبوه وجبت النفقة عليه، والولد إن كان عنده مصرف آخر من غير مال والده فواجب عليه أن يذهب إليه، وإلا فيأخذ والجرم والإثم على والده. يقول حكم وقف الميراث للذكور بخلاف الإناث لظروف قاهرة؟ حكم إيش؟ وقف الميراث للذكور بخلاف الإناث لظروف قاهرة، مثلا في الحروب نتيجة فتن.
ما أنا السؤال مش واضح. وقف في إيش؟ وقف الميراث للذكور بخلاف الإناث، للظهور لظروف قاهرة مثلا في عروض نتيجة فتنة. يعني إن كان في هناك اضطرار وضرورة فلا بد أن نعلم بها، والضرورات تبيح المحظورات، فالضرورات تبيح المحظورات في هذا الباب. قد يجوز ضرورة لكن كأصل عام لا يجوز. فالله تعالى يوصيكم نافع أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثى. لكن إن كان في ضرورات فكل فتوى تكون خاصة بها، الضرورات تبيح المحظورات. يقول لماذا لا تقفون مع علماء السعودية في محنتهم؟ من علماء السعودية الذين في المحن؟ نعم، وعامة نحن وجوبا علينا أن نقف مع علمائنا في كل أحوالهم. لكن أنت أولا اتهمتنا أننا لا نقف مع العلماء في هذا الباب، ولا بد أن تبرهن على اتهامك، ولا بد أن تأتي بدليل على اتهامك، هذا أول شيء، حتى لا تحاسب عند ربك وعند الله تجتمع الخصوم، فهم حضرتك. والأمر الثاني، من قال أننا لا نقف مع علمائنا سواء في السعودية سواء في الصومال سواء في موريتانيا سواء في مصر سواء في البحر الكاريبي؟ احنا أصالة لن ننجو إلا بعلمائنا، ونحن نذوب عن أعراض علمائنا سواء بالتصريح أو بالتلميح. ودروسنا بأسرها تتكلم عن حفظ هيبة العلماء وفضل العلماء، وأن الأمة لا تنجو إلا بالعلماء. فهذا واجب شرعي علينا، وهؤلاء هم سادتنا الذين لابد أن نقف معهم قلبا وقلبا. فغفر الله لنا ولك، تبين ثم اتهم. يقول ما حكم ترك الجلوس بين خطبتي الجمعة؟ لم يترك الجلوس بين خطبتي الجمعة يقصد ذلك الإمام اللي هو يكون ابتدع في دين الله، لو استدام على ذلك يكون ابتدع في دين الله. يقول هل بسملة لأنهما خطبتان؟ هل البسملة تكون في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ نعم، البسملة آية من الفاتحة فتكون في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة هي أم القرآن، هي سبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها. يقول ما حكم نسيانها؟ يعيد الركعة نفسها، إذا نسي البسملة يعيد الركعة لأنها آية من الفاتحة، قرأ الفاتحة ليس على وفق الشرع ما جاء به. هذا على قول التحقيق عند الشافعية والمالكية، عند الشافعية والحنابلة دون الأحناف والمالكية. حديث صحيح. من قال بحديث ضعيف؟ أين هو؟ مين اللي قبل ذلك؟ حديث صحيح كالشمس. لا صحيح، هو الخلاف أصل الملكية يقولون البسملة طيب ثابتت المفروض تكون متواترة، تفهم زي؟ وعن كلمة طبعا قراءة زي الغني الحميد. الحق أن البسملة آية من الفاتحة، فمن نسيها يعيد هذه الركعة. يقول لو سمحت هل يجوز تبديل ال مش عارف شيخ الكلمة مكتوب من تبديل الدينزر لبيعه ووضع المبلغ هل يجوز تبديل الدينزر لبيعه ووضع المبلغ في المسجد؟ ايش تبديل لينزر؟ لازم نفهم، يعني تقصد العيون المصطنعة هذه؟ ها؟ طيب خلاص، ما يعني يعيد السؤال مرة ثانية بإذن الله. قل هل هناك دعاء خاص يقال في السجود؟ هل هناك إيش؟ دعاء خاص يقال في السجود؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ما حكم الصلاة في مسجد زارته وزيرة صهيونية وجامت في أركانه؟ ما الوزيرة الصهيونية هي أصلاً ما يعني ما ليست نجاستها، إذا كانت تقول تريد ذلك يعني نجاسة حسية عشان تنجس المسجد. المسجد يصلى فيه طبعا، والمسجد كيف يحصل فيه؟ المسجد يصلى فيه ويقام فيه دروس العلم، فاهم؟ يعني إن كان هذه امرأة دخلت في هذا المسجد نقول لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد، لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد، هذه معصية الآن، لا يجوز للكافر. لكن لو دخل المسجد هل يمنع فضل المسجد من الصلاة فيه وعقد المدارس وعقد الدروس وعقد الخطب؟ استغفر الله، إيش اللي بيحدث هذا؟ إيش الغلو الذي نحن فيه؟ يعني دخول الكافر لمسجد مساجد المسلمين هذه مخالفة. لكن هذه المخالفة تمنع خير المسجد؟ أعوذ بالله. المسجد يقام فيه الدروس ويقام فيه الخطب ويقام فيه، هذا لابد أن نقول به. ليش يخبر الكافر يكفر بالله؟ يكفر بالله ونجزته معنوية في هذا الباب لعقيدته الخربة، ولا يدخل إلا إذا كان هناك مصلحة.
مصحح دعوته، لأنه طبعا هو لما دخل موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقال له لمن لم يدخل؟ أكان جنوبا؟ قال لا، إنه نصران. قال لما تستعمله؟ قال ما عندنا يعني مدخل غيره. فألح عليه، قال ماذا فعلت؟ قال ما عندنا غيره، فكتب مات النصران. ما فيش سواح يا لست سياح، استغفر الله، هذه مخالفة، مخالفة شرعية. الكافر لا يدخل مساجد المسلمين إلا إذا كان في هناك إيش، إلا إذا كان هناك مصلحة في هذا الباب. لكن هل إذا دخل كافر في المسجد تقول يعطل المسجد؟ وهل يصح وهل السؤال يأتي، هل يصح السؤال في صلاة في المسجد؟ وحتى لو قلنا أن الكافر قال الله تعالى إنما المشركون نجس، نجستهم معنوية لست حسين، وإلا ثمام بن أسال كان كافرا وربط بسارية المسجد ولم يأمر مسلما بغسل السارية. ليه الغلو هذا اللي احنا فيه؟ يقول ما تقول في الحديث عن السفياني؟ بكره حديث ضعيف في هذا الباب، هو تخريف في مسائل الفتن. نعم. يقول ما رأيك في حكام هذا الزمان؟ لا اله الا الله، ما هذا السؤال؟ من كان وليا للامر فلا بد من السمع والطاعه له فيما وافق فيه الشرع، ومعصيته فيما عصى فيه الشرع، ولا ننزع عدم من طاعه ولا نفسد في الارض. يقول اذا انا بصلي سنه وجاء شخص يريد ان يصلي بجواري فماذا افعل؟ قل مره ثانيه. لو انا اصلي السنه وجاء شخص دخل في الصلاه معي ماذا افعل؟ هو يصلي السنه وجاء شخص يصلي معه، يا جماعه ليأتم به، يتم صلاته على ما هي عليه. لو هو في الركعه الثانيه والصلاه السنه سنه لصلاه جهريه يجهر، وان كانت سريه يستسر، يتم ركعته ويجلس يتشهد، والاخر يتابعه على ما فعل ويسلم، والاخر يتم صلاته. هل استطيع شراء بيت في ايطاليا مستعين بالبنك؟ لا، لانك ستاخذ منه القرض، والقرض يجر النفع وتدخل في الربا، فليس لك ذلك. لو تكرمت كيف اثبت على الصراط المستقيم؟ نسال الله ان يثبتني على الصراط المستقيم. أعظم ما يجعلك مستقيما على صراط المستقيم هو أن تتمسك بالكتاب والسنة، هذا أعظم ما ترتقي به عند ربك جل في علاه. يقول هل يجوز التسبيح والاستغفار أثناء سماع دروس العلم والخطب؟ نعم يجوز، لكن هذا سيشغلك عن التدقيق في العلم، إلا إذا كنت ممن لا يشغله ذلك بل يزيده فهما وإيضاحا، فكن على ما أنت عليه. يقول هل سورة الكهف لها ساعة محددة تقرأ فيها صلاة في الجمعة؟ وأقول لا، الجمعة يوم الجمعة على الراجح صحيح. يقول عندي غازات ويجب ان اتوضا في كل وقت في كل الاوقات، هل يمكن ان جمع الظهر والعصر والمغرب وما مره ثانيه؟ يقول عندي غازات ويجب ان اتوضا في كل وقت، هل يمكن الجمع؟ لا، ليس لك الجمع، بل انت في كل وقت عندما يدخل الوقت وتسمع الاذان تتوضا، وحتى لو في انفلات الريح صلي بالفريضه ومعها السنه. يقول كيف التخلص من ادمان ذنب معين مع المحاولات؟ الدعاء والاستغفار الكثير واكثر من ذكر الله، وايضا اذا كان هذا الذنب الذي يعني تقع فيه بتنفرد عند انفرادك فلا تنفرد، وان كان هذا الذنب مع بعض الصحبه اقطع هذه الصحبه، فلا بد ان تخلي نفسك عنها. نعم. ايش فيه؟ سؤال تخين. ايه حكم اكل الحلزونه؟ وش الحلزونه هذه؟ ايوه، صوت الفلسطينيين يعرفون الحزام. هذه لعل الحلزونه هذه اللي هي اسمه ام الخلول عندنا، قوقع هذا ام الخلول. هو يجوز، ما في شيء، خليها حلزونه لغايه ما يبقى حبل هو كمان. يقول لو صح حديث بعد صلاه الفجر والمغرب بعد السلام مباشره قبل ان لا اله الا الله وحده لا شريك له 10 مرات، حسن الالباني، هو الحديث ضعيف. هل يصح انزال بعض حديث علامات الساعه على واقعنا اليوم؟ يصح اذا انطبقت، واذا لم تنطبق يبقى احنا بنضرب عشوائي، يعني ما يصح لنا ذلك. ما حكم التوضؤ في مكان فيه نجاسه؟ لابد ان نبتعد منها، لانه ممكن ان تنتشر النجاسه في الجسد وفي البدن، فما يجوز. ماشي. يقول هل تجوز الصلاه في البيت في وقتها دون سبب؟ هو طبعا ان صلى صحت الصلاه، إن صلى صحت الصلاة، لكن هو عليه أن يذهب إلى المسجد، وهذا فعل المخلصين وهذا فعل المؤمنين، والتقاعس عن المسجد فعل المنافقين. قال وإنه كان
يهادى أن الرجل يأتي يهادى بين الرجلين فيحمل حتى يهادى فيصلي في المسجد. يقول هل يجوز ذكر الله عز وجل في الحمامات النظيفة الحديثة؟ إن كان بعيدا عن المقعد المكان الذي يقضي فيه حاجته نعم، وإلا فلا، فلا يجوز. هل يجوز لي الذهاب للحمام للاغتسال خارج البيت مع العلم أن هناك غرف فردية؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز لي الذهاب للحمام للاغتسال خارج البيت مع العلم أن هناك غرف فردية؟ أنا ما فهمت، أنت فهمت السؤال؟ أي حمام يعني؟ يقصد بأي حمام؟ نعمة إن كان مستترا فلا الاغتسال، أنا ما فهمتش بالسؤال إلا ذلك. يقول هل يجوز تمني الموت؟ هنا نعيم صح لنا الكلام، والوقاقع هو أم الخلود، يجوز. نعم. يقول هل يجوز تمني الموت شوقا للقاء الله عز وجل وخوفا من الفتن؟ نعم يجوز ذلك، وقد قالت يا ليتني كنت مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، على اساس خوف الفتن، خاف ان يفتن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وان تقبضني اليك غير مفتون، وايضا كان شوقا لله جل وعلا، هذا ما شاء الله ولا قدر الله يعني. يقول أبي توفي منذ 10 سنين وترك لنا بيتا وأخي الكبير يسكنه، على علم أنه يملك بيت آخر، ونحن نحتاج بيع البيت للمال لأنه يعني ميراث. لك ذلك، لكم ذلك، وهذا حقكم. يقول كيف التوبة من الذهب المشترى بالتقسيط علما أنه يستحيل إرجاعه للبائع؟ إذا استحال إرجاعه التوبة النصوح، وهذا لم تملكه أنت لم تملكه، ويعني والبائع لم يملك المال، فسبحان الله تسامح مع البائع بهذا المال، وأنت لو تتصدق بهذا الذهب تصدق ما تستطيع تستعيد عنه طالما استحالة الرد، وتستغفر الله وتتوب إليه. يقول هل تجوز مقاطعة أحد من المحارم علما أنه يسبب لنا مشاكل وتكلم عن أعراض النساء؟ لا 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 يجوز مقاطعته، لكن يجوز نصحه والكف عنه، ويكون بينكم وبينهم السلام، لكم رحم أبلها ببلالها يعني بالسلام. يقول هل تقبل الصدقة من تارك الصلاة، هل تقبل صلاة المرأة الغير محجبة؟ هل تقبل الصدقة من تارك الصلاة؟ إن كان قد ترك الصلاة تركا تاما هذا لا تقبل منه لا صيام ولا صدقة ولا شيء، لأنه كفر. لكن إن كان يترك ويصلي يترك ويصلي نعم تقبل الصدقة، ونسأل الله أن يغفر له، ونسأل الله أن يثبتنا على الصلاة ويتوب علينا وعليه. وهل تقبل صلاة المرأة الغير محجبة؟ نعم تقبل الصلاة التي لغير محجبة، وهي معاصية لله جل وعلا بتبرجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم فإنهن ملعونات. يقول حكم عدم الصوم للضرر، انا باخذ دواء كل 12 ساعة بالضبط، والطبيب قال لي انه لا استطيع ان اصوم اكثر من هذا، وانا اعيش في دواء عدم ايش؟ يقول حكم عدم الصوم للضرر للمرض، يعني هو مريض، انت معذور عند ربك كفارة صيام. اذا كان المرض اللي عندك لا يرجى برؤه وانه مرض مستديم، انت فرضك الاطعام، عليك الاطعام. اما ان كان هو مرض مؤقت و يقرب برؤه نعم فعليك القضاء. يقول حلفت من طلاق على زوجتي ألا تنزل من البيت وأريد أن أرجع فيه. الطلاق المعلق، الأئمة أربعة قالوا بأن الطلاق المعلق لا يرد فيه إلا في قول ضعيف عند الحنابلة أنه يستطيع أن يرجع فيه، صحيح أنه لا يرجع فيه، انتهى طالما قالها إن نزلت فأنت طالق، فهي إن نزلت تطلق. يقول هل نريد أن نعرف وقت ظهور الإمام المهدي وبماذا تنصح؟ هذا لا أحد يعرفه، هو عمتا سيظهر والزمان سيأتي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من ولد فاطمة، وأنه من عترته، وأنه سيملأ الأرض عدلا بعدما ملأت جورا. لو وجدت أن الدنيا كلها الآن الظلم فيها يطغى فاعلم أن هذا على مشارف ظهور المهدي. يقول هل يصح الدعاء لمن مات كافرا بالرحمة؟ لا ليس الكافر لا يمكن أن يدعى له بالرحمة بحال من الأحوال، الكافر لا يستحق رحمة الله جل وعلا. كان اليهود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يتقصدون العطاس حتى يقول لهم يرحمكم الله، فيخالفهم النبي يقول يهديكم الله. لا يجوز الكافر الرحمة، لا تجوز على الكافر، لأن الكافر مخلد في نار جهنم، إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول هل يجوز إعطاء الأخ من الزكاة إذا كان فقيرا؟ إذا كان فقيرا ولا تلزمه نفقته يجوز، يعني الوالد موجود فلا تلزمه نفقته فيجوز. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها بحيث يكون متدرجا غير متساوي أطرافه؟ نعم يجوز ذلك إن كان زينة وأذن لها زوجها بذلك، دعنا يدخل في القزع بالنسبة للمرأة. يقول يا ريت تدلني على دعاء يجلب لي الرزق الحلال. أن تدعو يا رزاق ارزقني، وأن تكثر من الاستغفار، فإن كثرة الاستغفار تكفل لك الرزق. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ف
فقال له رضي الله عنه، فقال كان يشتكي ايش؟ يشتكي الفقر. فقال له استغفر الله. ثلاثة، والولد والآخر طلب الولد، والثالث طلب المطر، فقال استغفر الله. لما سألوه قال قد قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وفي الآخرة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يقول القدر معلق بالمنطق، فهل كل ما يدور بالخاطر وبالنفس أيضا؟ لا 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 لا، هو موكل بالمنطق، إذا نطق ممكن أن يقع عليه، لكن ليس بخرجات النفس بحال من الأحوال. يقول أنا في أوروبا وحابب أشتري بيت بالأقساط عن طريق البنك، فما الحكم؟ الحكم أن البنك سيعتبر ممولا لك فيعطيك القرض وأخذه بزيادة، فتكون عاونت على الربا، وقد قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لعن الله أكل الربا موكلا وكاتبه وشاهده. يقول ما حكم الكوميكس إن كانت الصور لا يظهر فيها نساء لكنها من لقطات الأفلام؟ ما أعرف يعني إيش كوميكس، لا أعرف. قطع صغيرة يعني؟ أفشات يعني كما يقولون أفشات، خلاص إن كانت لا تخالف الشرع وإن كانت فيها ليس فيها نساء لا يعني لا نحجر واسعا. ما حكم طلاق الزوجة في حالة الغضب؟ الغضب الذي يغطي على العقل ويمنع الإرادة لا يقع فيه الطلاق منه، لا يقع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق. يقول هل يجوز بيع النذر وليكن بقرة ووضع المبلغ بمسجد؟ كيف يعني؟ هو أصلا نذر أن يأتي بقرة أذبحها لله لا فعلها، فيريد أن أبيعها ووضع المبلغ في المسجد؟ لا لا يصح. أو في بنذرك يوفون بنذر وأخفون يوما كان شهره مستطيرا. يقول حكم قطع رحم الأقارب للضرر؟ ما يجوز بحال من الأحوال أن أخذ الكافر، لابد أن تصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهلي لبعض أهلي من أهل مكة من أهل الكفار، قال لكم رحم أبلها ببلالها، وقال بلوا أرحمكم بالسلام. تقول زوجة كرهت الزوج بسبب معاملته السيئة وحرمته على نفسها، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز لها أن تحرم حلالا، لا يجوز لها ذلك، هذا حرام منها هي، لابد أن تأسم بذلك، فعليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحة. يقول ما حكم الصلاة بما يسمى الزاوية علما أنها تقام فيها الصلاة الخمسة وهي لا يوجد بها مقابر، هل الصلاة فيها جائزة؟ نعم يجوز الصلاة فيها جائزة، وهي مصلى بس مسجدا هي مصلى. يقول ما قولك في منهج المرجئة؟ أعوذ بالله، منهج المرجئة منهج ضال، بل منهج الخوارج أفضل منهج المرجئة. منهج المرجئة تعطيل للدين، وهؤلاء الذين يرون بأن إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة، ويرون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ويرون أن الأعمال ليست من الإيمان، منهج ضال ضال ضال. تقول امرأة رزقها الله عز وجل بعلم القراءات ونسيته ومش عارفة ترجع إليه، الله يحفظها من كل سوء ويحفظها علمها، هل تأثم؟ نعم تأثم، تأثم في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. يقول كيف هي صيغة السجدة الأولى والثانية، ماذا يقال فيهما وإن وصل؟ أن تقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى، ولك أن تقول سبحانه القدوس رب الملائكة والروح وتدعو، أسمع الدعاء في السجود. يقول وإن وصلت متأخرا في الجماعة وصليت ثلاث تحيات ماذا أقول فيهما؟ نفس الأمر، التشهد وتدعو إن طول الإيمان. هل يجوز قراءة سورة ياسين على الميت؟ طبعا في حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، حديث اختلف فيه العلماء في التصحيح وتضعيفه، والبعض قال بأنه ضعيف، لكن من حسنه قال معنى اقرأوا ياسين على موتاكم يعني عند الاحتضار. يقول عندي صراع في نفسي لا أستطيع المداومة على الصلاة وأعود للمعاصي، بما أنصحك؟ أنصحك أن تثبت على الصلاة، فإن الصلاة ستمنعك من المعاصي، كلما استدمت على الصلاة كلما يعني صرت قويا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في السنن قالوا له يا رسول الله فلان يقيم الليل لكنه يسرق في الصباح، قال ما يفعله في الليل سيمنعه مما يفعل في الصباح، فليستدم المرء على الصلاة. وعليك بكثرة ذكر الله، فبذكر الله تطمئن القلوب، وعليك بصحبة الأخيار إنها تعضدك و يعني تدفعك إلى 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 كل خير. يقول ما حكم من يكتب ممتلكاته لزوجته الأولى ويترك زوجته الثانية بدون شيء لأنها ليس لديها أولاد؟ أخشى أن يكون ظالما بهذا وأن يضيع عليها حقها، فليتق الله ربه وهو قاصد بذلك، فهذا اسم كبير. هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب تشدد صاحب العمل؟ إن كان التأخير لا يخرج وقت الصلاة فيها، يعني لا يكون مع خروج وقت الصلاة، فقد يتسامح في هذا حتى يأذن الله له بخير.
أما إذا كان لخروج الصلاة فلا يجوز بحال من الأحوال، حتى العمل نفسه لا يجوز إذا كان يخرج الصلاة عن وقتها. حكم من وزع تركته قبل مماته. يعني لما ماذا أراد، عطية أم ميراث؟ فهذا لا يجوز، الميراث لا يكون إلا بضابط الشرع. فإن كان عطية وأعطى لأولاده وسوى بين الأولاد قد يكون الأمر جائزا دون أن يكون من نية أن يهرب من الميراث. يقول هل صح أن سيدنا إبراهيم عندما جاء الناس إليه ليشفع لهم عند ربهم قال قد كذبت ثلاث كذبات، وإذا صح فمتى؟ نعم قال كذبت ثلاث كذبات، لكن ليست كذبات، هي تعريض، ليست بالكذب. صحيح أن إبراهيم لم يكذب عندما قال هذه أختي، ويقصد أختي في الإسلام، عندما قال إني سقيم، يعني هو أراد أن يلفت الانتباه إلى هذا سأكون سقيما، أو أنه يقول أن هذه النجوم تمرضني، انظروا في هذا الباب، أراد أن يجرهم للحجة في هذا الباب. يقول كيف نوفق بينه؟ وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم كانوا ينطقون. يعني هو الآن علق الأمر على إيش؟ على النطق، هل هم ينطقون؟ يعني كأنه قال لو ينطقون يبقى كبيرهم هو الإيش؟ الذي فعل، هم لا ينطقون يبقى أنا فعلت. ما كذب، أوهمهم شيء، وهذا هو الطريق، أوهمهم شيء فتوهموا به. يقول كيف نوفق بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وبين الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الإيمان؟ هو بعض العلماء قال لا إكراه في الدين هذا منسوخ، بعض العلماء قال بأن هذه الآية منسوخ. والصحيح الراجح في ذلك في هذا الباب أن النبي قال لا أمرت أن أقاتل الناس، هذا على التعميم صح. والآية النسخة التي قالوا بها قالوا قاتل المشركين حيث وجدتموه، لكن الصحيح أن نقول بأنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين على حاله لمن دفع الجزية. يقول ما حكم اتخاذ الصهاينة أولياء؟ أعوذ بالله. قال الله تعالى الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منهم فإنه منهم. وكل على حسبه، إذا كان تولاهم في المعصية فهي معصية، وإن كان تولاهم في الكبيرة فهي كبيرة، إن تولاهم في الكفر والشرك فهو منهم. يقول هل يجوز رفض رجل داخل؟ وهذا فارق بين المعاملة، إن السلام عامل اليهود، عامل أهل خيبر على ما يخرج بالشطر منها، فارق بين المعاملة وبين التولي والنصرة لدينهم. نعم. تقول هل يجوز رفض رجل داخلك ودين لأنه فقير؟ هذا غفلة، ومغبون من يفعل ذلك، ومخالف لصريح قول سلم إن جاءكم من ترضون الدين وخلقه فزوجوه. يقول هل حكم لبس ثياب من جلد الخنزير؟ نجس لا يجوز، وصلاته باطلة إن صلى بها. جلد كل الخنزير نجس، فإنه رجس أو فسخ غير غلبي. فلما تكلم عن الخنزير قال فإنه رجس، فهو نجس، كله نجس، الخنزير كله نجس، جلده عظمه ولحمه كله نجس. تقول أنا عاملة نقل كلوي ولا أستطيع الصيام أكثر من 12 ساعة للدواء وإلا فقدت كليتي، ونحن وصلنا 15 ساعة ونصف. ليس عليك الصيام أصلا، ليس عليك الصيام، أنت ما عليك إلا الإطعام، شفاك الله عافاك أحسن الله عليك، ما عليك الصيام أصلا، عليك الإطعام. يقول هل ممكن تفصيل في مسألة الاستبيان على النقاب؟ هذا كلام خطأ. الاستبيان دين الله ليس فيه استبيان، استغفر الله، دين الله يؤمر به وعليهم جميعا السمع والطاعة، كيف استبيان؟ أدين الله يأخذ اختيارا؟ لا يأخذ إجبارا؟ هذا لا يجوز حال الأحوال. الله هو الرب وهو المشرع، يأمر ونحن نقول سمعنا وأطعنا. يقول لا أستطيع الذهاب إلى المسجد بسبب عمل طويل لمدة 15 ساعة، هل أترك العمل وفي السماء يسبق ما توعدون والنية هي الالتزام على الطاعات؟ هو عامة إذا كان يبعدك عن الصلاة فلا تصلي الصلاة في وقتها ولا تستطيع أن تأتي بالصلاة، نعم تترك العمل، لكن لو بتأتي صلاة في العمل تأتي بها جماعة انفرادة فكن في العمل حتى يأتيك الله بعمل آخر. يقول حكم الوضوء في مكان فيه نجاسة؟ أنا أجبته وقلت إن لم يقف على نجاسة وإن لم ترجع النجاسة على جسده فتتوزع على كل بدني يجوز، وإلا فلا يجوز. هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم يجوز الوضوء في الحمام، ويذكر الله تعالى في نفسه أو يخرج رأسه ويقول بسم الله ثم بعد ذلك يتوضأ. يقول عند الغضب من أحد أتحدث عنه لإيجاد حل، فهل هي غيبة؟ لا، ما أنت بتتحدث عنه لإيجاد حل مع الجميع، مع الحيطان، مع الأشجار، مع الأنهار، مع الثمان، لا، من تعرف أن له الكلمة عليه وأنه يرفع عنك الظلم وأنه يعني يوجد لك الحلول، هذا الوحيد الذي تتكلم معه عليه. وأيضا إن تكلمت لا تزيد، تتكلم عن الجزئية التي فيها المظلمة حتى يرفع عنك وفقط،
ولو زدت تكون قد اغتبت. يقول من حلف على شخص بالطلاق ان ياكل معه ولم ياكل او يشرب معه فما حكم الطلاق؟ اذا كان يقصد الطلاق حقا، وده مش ممكن يكون مقصد حد، يقع الطلاق لم ياكل. ان كان يقصد فقط العزم وهذا الظاهر من الحال، فعليه اطعام 10 مساكين لو لم ياكل، والاولى الاخر ان يمر قسمه وياكل. هل المرأة الحائض تقرأ القرآن من كتاب التفسير في رمضان؟ المرأة الحائض لا يجوز لها ان تقرأ القرآن ولا حرفا واحدا، وهذه فتوى عمر وفتوى علي بن ابي طالب، وان كان المساله خلافيه. المالكيه يقول ان خشيت النسيان فتقرا، والظاهر يقول تقرا، والصحيح الراجح انها لا تقرا، لان النص جاء صراحه عن علي بن ابي طالب قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجز شيئا عن القران سوى الجنابه، فقالوا له والحائض تقرا القران؟ قال ولا حرفا واحدا. حكم البنت والولد اللذين يموتان في حياه ابيهما، هل لهما ميراث؟ اللذين يموتان في حياه ايش؟ والدهما. لا، ما ليس لهم، كيف يكون لهم ميراث؟ الميراث اصلا بحياه الوارث بعد موت المورث ولو دخل. حكم مشاهده المسلسل الديني عمر بن الخطاب؟ ما اعرف عنه شيء، لكن طالما ماجد بيقول هكذا، لو كان ما فيهوش مخالفات شرعيه وما فيهوش اي استهانه من امر الدين فقد يكون جائزا، لكن يعني مسألة تمثيل الصحابة أنا في الصدر منها في شيء. وجميل شيخ، هند من تربى في الجيلين المهم أنا أقول إن كان ما في مخالفات شرعية والضبط شرعي متوفرة، الشعر برضو هذا ما يجوز. تقول زوجي كتب كل ممتلكاته لزوجته الاولى لانها عندها اولاد منه، وانا لم يعطيني شيء سوى انه مستاجر لي بيت لاني لم انجب. هذا ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامه، فلا بد لاحد ان ينصحه ان يتقي الله ربه ولا يفعل ذلك فيقع في المظلمه، اتقوا دعوه المظلوم ولو كان كافرا، والظلم ظلمات يوم القيامه. يقول ما حكم الزواج المصلحه؟ ما يجوز له الزواج المصلحه، لانه يخالف مقاصد الشريعه ان هي تستديم النكاح فيها الولد، نقص الشريعة. لكن زواج المصلحة الذي يعرف أنه يكون في بلاد أوروبا ويريد الإقامة، ويريد، صحيح ولا لا؟ فإن كان المسألة وفق الشرع فالجواز صحيح، ليس في ثمة شيء، وقد يغير الله القلب فيستديم معه. يقول بكم البسملة؟ يقول فلو حسبنا البسملة كان ثمانية. ما هذا العد عندك أنت، العد عندهم هم سبعة، العد عندكم سبعة في ذلك بتقسيم غير مغضوب عليهم ولا الضالين في هذا الباب. ولذلك احنا ماذا نفعل؟ هذا كل ده اجتهاد ونظر. ماذا سنفعل بالتصريح؟ قال الفاتحه ام الكتاب، ام القران، والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها. ماذا تفعل بهذا الحديث؟ تقول السؤال هذا الغلط، انا لا اصوم ليس لعدم الاستطاعه، لكن لاني اخذ دواء كل 12 ساعه، والصيام عندي 15 ساعه ونصف، فهل أصوم في الشتاء أو أخرج الصدقة؟ إن كنت تستطيعين الصوم فعليك القضاء في الشتاء، وإن كنت لا تستطيعين الصوم فأنت عليك القضاء الإطعام. يقول كيف أحفظ القرآن كما يجب؟ عليك أن تصلي بكل الآيات التي تحفظها، تكون مصليا لها وترددها في صلاة النوافل، وأيضا يكون لك حزب لا تتركه قط. يقول هل تراجع ابن عثيمين عن كلامه بالتكفير باللازم الذي قال به في شرح اصول ثلاثه، حين فرق بين الحكم في المساله والشيء العام؟ لابد ان اسمع تاتيني بكلام الشيخ اصابته. الشيخ لا يكفر باللازم بحال من الاحوال، تكفير باللازم هذا من فعل المعتزله، والشيخ ابدا 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 لا يفعل ذلك. نسال الله تعالى ان يسكنه فسيح الجنات من عالم جليل مجدد لهذه الامه امر دينها، رفع الله ذكره، ونسال الله ان يسكنه فسيح الجنات مع نبينا وصديقنا والشهداء والصالحين، اللهم امين. شوف هنا طالبة العلم ما شاء الله اتت بها، وانما قال انعمت عليهم راس الايه، وبالتالي يكون هذه الايه سبع بدون البسمله، فتقول بذلك فتكون البسمله الثامنه. وبرضه طالبة العلم دي اكيد مغربيه من اهل المالكيه. المغرب هي قالت صح، المغرب يقرؤون بورش أرشاد الفتاح أيام. نعم صحيح، أنا أقول ذلك. طيب أنا قلت هذا، المسألة خلافية، لكني أدين الله بأنها آية من آياتها، والحديث صريح في هذا الباب، والعد عد يختلف. رجال الدين أنتم لا تتكلمون الدين الحق، لو تتكلمون الدين الحق لم يبقى فقيرا ولا لا يقتل مسلم أكيد
اكيد احنا بنتكلم بالباطن. كيف تواجهون ربكم عشان الفقير اللي نايم في الشوارع سايب ونام في الشوارع، وعشان انتبه الجهات، وعشان الظلم الواقع؟ طب ماذا نفعلناها؟ احنا اصلا كان الفقير فقيرا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المعصيه موجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ايضا الظلم موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي لتشرق شمسه على الناس جميعا، ونحن نحاول قدر الامكان ان نسدد ونقارب. لسنا بانبياء ولسنا ملائكه، ونحن عصاة وفينا الذنوب، لكننا قال سلم قال ولن تحصوا سددوا وايش وقاربوا ولن تحصوا. فنسال الله جل وعلا ان نكون ممن يسدد ويقارب، ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ويرضى عنا عنكم ويغفر لنا ولكم. يقول البنت والولد اللذان يموتان في حياة أبيهما، هل لأولادهما حق في الميراث؟ لا، ليس لأولادهما حق في الميراث لو كان أعمامهم موجودين. يعني زيد ابنه عمر وعمير، وعمر وعمير كل واحد منهما لهم أولاد، وعنده أيضا عبيد وحميد. طيب مات زيد وعبيد في حياة الوالد، وموجود حميد وإيه؟ وعبيد، وموجود اولاد زيد اللي هو مات. هؤلاء الاخوه يحجبون هؤلاء الاولاد، فليس لهم ميراث، بس الاحناف قالوا لهم وصيه واجبه. يرثوا من الجد؟ من 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 الجد، من جدهم اللي هو ابو هؤلاء الاولاد. في الحرم او حول الحرم انتشرت الكتابه على الغلاف الخارجي للمصاحف المصنوعه من القماش للذكر، فما قول؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز تعظيم الكتاب اللي اجدر في علاه. حكم التقسيط؟ التقسيط جائز، وان كان بعض العلماء يرى بحديث سماك بن حرب بانه من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا، والصحيح انه يجوز لانه ليست بيعتين في بيعه. يقول ما تقول في الناسخ والمنسوخ؟ نقول به، ونحن لسنا بالمعتزله الذين يقولون بالبدع، فالناسخ ثابت، قال الله تعالى ما ننسخ من ايتين او ننسيها ناتي بخير منها. صديقتي تشتغل في مطعم تقدم فيه خنزير وخمر في بلاد أوروبية، وتسأل إن كان يجوز لها الصلاة في ذلك المكان. إذا كان المكان ليس فيه نجاسة وليس فيه خنزير فلها أن تصلي. هل يمكن أن أصلي في غير القبلة؟ هل إيش؟ هل يمكن أن أصلي في غير القبلة؟ لا، ما يجوز بحال من الأحوال إلا إذا كنت مسافرا. ها؟ يقول لي ولي عذر. لا، ليس أي عذر، ما في عذر. إلا إذا كنت ما تستطيع بحال من الأحوال أن تتجه إلى القبلة من مرض وما أحد يعينك على ذلك، فصلي حسب حالك. يقول كيف نوفق بين قوله تعالى يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وبين قوله وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون؟ نعم، لا يسألون سؤال من لا يعلم، بل يسألون تقريعا وتقريرا وتوبيخا. هذا معنى لا يسأل، وسيسأل أنهم سوف يسألون، سوف تسألون. يقول لو سمحت يا شيخ، حكم تبديل الزيتون بالزيت؟ حكم ايش؟ تبديل الزيتون بالزيت. ما هو طعام كما قال العلماء، نعم جائز ان كان هذا بيت. يقول قال الألباني رحمه الله ان الكفاره في الصيام متعلقه بالجماع فقط، ولو انزل يلزمه القضاء ولا تلزمه الكفاره، ما رايكم؟ نعم، هذا كلام انا ادين الله به، لأنه لا يمكن أن يكون الكفارة بس مش عارف متابعين إلا إذا أدخل فقط. لماذا لا تتكلمون عن حكام العرب؟ لماذا السكوت؟ نصر الحق يا من تدعو. يا رب ارزقنا نصرة الحق يا رب العالمين، والكلام بعقيدة السلف، وليست المسألة مسألة خوارج حتى ينتصر الدين. الدين نصرته بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ، أكل اللحوم الغير مذبوحة، أكل اللحوم غير مذبوحة حلال؟ أو على طريقة المسبوحة؟ لا، اللحوم غير مسبوحة يعني مصعوقة، هذا ميتة لا يجوز أكلها بحال من الأحوال. وغير متوفرة، هذا يجوز أن تسمي بسم الله وتقول علما أن الدجاج؟ لا، ما صح، ترمى في بلاد غير إسلامية لا صح، لو كنت في بلاد إسلامية لك ذلك، سموا أنتم وكلوا على قول الشافعية، لكن إذا كنت في بلاد غير إسلامية لا، حتى تتأكد أنهم ذبحوا. نعم، يعني إذا كان البلد منتشر فيها الصعق فلا، وإن كان فيها ذبح فنعم. قل ان تبقوا ساكتين على الحق، اليس هذا ظلم يا شيخ؟ والله ظلم لو سكتنا على الحق، لكن لما تتهمنا انت ولم تعلم عنا شيئا؟ الا تتقي الله ربك؟ نحن نحاول قدر الامكان ان شاء الله ان نظهر الحق بقول الله قال الرسول، وماذا الحق الذي تريد انت ان نبينه دون قال الله وقال الرسول؟ غفر الله لي ولك، وسدد خطانا وخطاك، وقوى قلوبنا وقلبك، وغفر ذنبنا وذنبك.
يقول هل تجوز ذبائح أهل الكتاب مع العلم أن ذبائح أهل الكتاب تحل القول الله تعالى وطعام أهل الكتاب حل لكم، لقول ابن عباس طعام معناه الذبائح. يقول مع العلم أنني في عندما سألت أخبروني أنهم يقطعون رأس كاملا. لا حتى لو كان، حتى لو كان طالما يذبح نعم يصح، لكن يصعق لا يجوز، هي ميتة. يقول النقاب فرض أم سنة؟ النقاب خلاف العلماء الإجماع على أنه فضيلة، والخلاف هل هو فريضة أم لا؟ وإن كان جمهور يرون أنه فضيلة ليس فريضة، والحنابلة يرون أنه فريضة. ماذا تقول في الذين يدعمون الظلم من الحكام؟ أعوذ بالله، نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يركن الظلمة ولا يدعم الظلمة، لكن نسأل الله أن نكون ناصحين آمنين لأي ظالم، ونحن أصلا من أظلم الناس، ظلمنا أنفسنا وعصينا الله جل وعلا تجاوزنا الحدود، ونحتاج من ينصحنا، لكننا نبقى ناصحين آمنين لكل من تعدى وتجاوز الحدود قدر ما نستطيع، واتقوا الله ما استطعتم. يقول ما حكم الإقامة في بلاد الغرب، وماذا تنصح المسلمين المغتربين في بلاد المشرق؟ الذين في بلاد الغرب لا يجوز لهم الوقوف عندهم إلا إذا مكنوا دينهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت ذمة من جلس بين أذن المشركين إلا أن كانوا في ضرورة أو في حاجة ملحة، فإذا اكتفوا بالحالة عليهم بالرحيل إلى البلاد الإسلامية. يقول امرأة حملت في الماضي من الزنا وأجهضت وهي لا تدري كم كان عمر الجنين، وهي اليوم تابت، فكيف تكفر عن ذنبها؟ عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا، وإن كانت متأكدة بأنها أنزلت الجنين بعد 4 أشهر فعليها الدية، وإلا فليس عليها إلا أن تتوب توبة نصوحة. يقول ما حكم حلقة حق اللحية؟ لا يجوز، فيها معصية، وإن كان الشافعي يقول بالكراهة، لكن الأدلة بأسرها تدل على حرمة حلق اللحية، اعفوا وفروا نعم ارخوا، كلها أوامر وأصل أوامر الوجوب. يقول أنا ملتزم وأصلي لربي، لكن طول ما أنا بأصلي سواء بالمسجد أو في البيت يخرج تفكيري وأنا أصلي أفكر بأشياء كثيرة ومنها أشياء سلبية، ماذا عليك أن تكسر من ذكر الله فعلا والاستغفار، وأن تحسن الوضوء قبل الصلاة تصلي السنة، وتكسر من قراءة القرآن قبل أن تصلي، وتقرأ بعض التفسير حتى تتدبر ما تقرأ، وهذا إن شاء الله سيعينك على التدبر في الصلاة. يقول رجل أعطى لابنته بعض المال قبل وفاته، أسأل هل هذا المال هبة أم يدخل في الإرث؟ لا هذا ظاهر أنه هبة، كلنا أخوي ملكية. طبعا 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 نحن نقول الخلاف هنا خلاف معتبر، يعني الأخ الكريم الذي قال بأن البسملة ليست من الفاتحة، أنا ليس لي أن أنكر عليه، يعني ليس لي الإنكار، فقط بينه وبينه المناصحة والمجادلة بالذي أحسن ليه، لأنه هو عنده قول عالم من العلماء ويتبنى هذا القول وعنده دليل، يعني ما ليس عاريا عن الدليل، وأنا عندي وأنا أتبنى هذا القول بدليل مع قول بعض الأئمة بدليل، فهنا المناصحة، الخلاف هنا خلاف معتبر بفضل الله للفعلاء، والخلاف المعتبر لا يفسد للود قضية. تقول كنت مريضة في العام الماضي حتى أنني كنت لا أقدر على الحركة، وصليت بعض الأوقات لا أذكرها في غير اتجاه القبلة، فهل صليت صحيحة؟ أيوة لا مرة ثانية معلش الوصف مرة ثانية. كنت مريضة في العام الماضي حتى أنني كنت لا أقدر على الحركة، وصليت بعض الأوقات لا أذكرها في غير اتجاه القبلة، فهل صليت صحيحة؟ نعم صليت صحيحة وليس عليك الإعادة. هل إذا بعد الزواج عن الزوجة أكثر من 15 سنة ثم رجع إليها فهل تحل له؟ نعم تحل له، ما دامت علاقة الزوجية موجودة فهي تحل له، لكن هذا ظلمها ظلمها. يقول هل الجن يسكن في الإنسان؟ نعم نعم نعم، لأن الإنسان قال للصبي فتح فغرفاه لنبيه الجن وقال أخرج عدو الله، أنا رسول الله. هنا في أسئلة المكسر المهمة أعتقد. هل يجوز صلاة قيام الليل جماعة في المسجد خارج رمضان؟ هل إيش؟ يجوز صلاة قيام الليل جماعة في المسجد خارج رمضان؟ لا ما يستمر عليها، إن فعل ذلك وفاقا مرة مرتين لو ذلك، لكن لو حرص عليها ودعا إليها دخل في البدعة الإضافية. هل يجوز تخصيص صورة معينة في صلاة معينة؟ هل يجوز إيش؟ تخصيص صورة معينة في صلاة معينة. هو إن كان التخصيص على قول والله أحد جاز ذلك لأنه ورد وأن السلام أقره، وغير ذلك لا. حكم شراء حاجات من الزكاة وإخراج الزكاة. هل إيش؟ حكم شراء حاجات بمال الزكاة وإخراج الحاجات لا ما يجوز، لأن هذا المال مال حق الفقير. يقول هل صح حديث تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون إلى آخر حديث؟ نعم صح الحديث. رجل يغتاب الإمام الذي يصلي به، هل صلاته جائزة؟ يعني هو صلاة جائزة ولكن وقع في كبيرة، الغيبة ليست بالهينة. يقول رجل يا شيخ لم أسمع إجابة سؤالي، الصلاة في غير اتجاه القبلة إن كانت مريضة وكان لها عذر فصلاتها صحيحة، اتقوا الله ما استطعتم،
نعم. يقول متى يكون الجهاد فرض عين؟ إذا بأمور ثلاثة، الأمر الأول إذا التقى الصفان صار فرض عين، هو فرض كفاية أصلا، وإذا دعا إليه ولي الأمر صار فرض عين، وإذا هجم أهل الكفر على بلاد الإسلام صار فرض عين على الجميع. انتهت الأسئلة. إني أحبكم في الله، أستغفر الله على التقصير أو على التجاوز أو على التعدي، نسأل الله أن نتعاون جميعا على البر والتقوى. المفروض يكون فيه إخوة في الله بيننا جميعا، لما الصدور فيها إحن وفيها ما فيها من الضغائن، فلنتقي الله ربنا على هذا. فسامحوني إن أخطأت أو تعديت أو تجاوزت، والله إني أحبكم في الله جميعا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.